يا مساء الفل على كل متابعين كرة بلس في كل مكان ومتابعتنا لدورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023 اللي مقامة بغيرها خلال الفترة الحالية مستمرة ومكملة معاكم هنا من صالة رفع الأثقال. منتخبنا الوطني لرفع الأثقال حقق اليوم 12 ميدالية في تصدر تام لمنافسات رفع الأثقال. أبطال السباحة أيضا قدروا النهاردة يحققوا 8 ميداليات، 3 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية، ولكنه لم يتصدر المنافسات في النهاية وتفوق منتخب جنوب افريقيا بفارق ميداليه وحيده عن المنتخب المصري. المنتخب المصري قدر يحقق 16 ميداليه في المركز الثاني، والمنتخب الجنوب الافريقي قدر يحقق 17 ميداليه في صداره ترتيب منافسات السباحه. وفي جودو قدر ابطال النهارده يحققوا 3 ميداليات، ميداليه فضيه وميداليه ذهبيه وميداليه برونزيه. وفي المنتخبات المصريه منتخب كره اليد بقياده الكابتن طارق محروس طبعا قدر يحقق النهارده الفوز كبير على منتخب مالي بنتيجه 49-16 في اولى لقاءات منتخب كره اليد. وفي كره الطايره منتخب رجال كره الطايره قدر يحقق الفوز النهارده والاخر على منتخب نيجيريا بنتيجه 3-1. غدا ان شاء الله ستستكمل باقي منافسات البعثه المصريه بمواجهه منتخب سيدات كره الطايره ومنتخب جامبيا في الساعه 12:00 بتوقيت غانا والساعه 2 ان شاء الله بتوقيت القاهره. وباقي منافسات الجودو سيتم استكمالها هي الاخرى، وكمان منتخب رفع الاثقال هيختتم غدا منافساته وجميع منافساته في البطوله. كمان بكره منتخب الكره الشاطئيه للسيدات اللي وصل للمباراه النهائيه في المنافسات هيكون على موعد مع المباراه النهائيه ان شاء الله الساعه 3 بتوقيت غانا، الساعه 5 بتوقيت مصر. كل التوفيق طبعا لبطلاتنا سواء دعاء الغباشي او مروه مجدي باذن الله اللي بينتظروا مباراه كبيره غدا ان شاء الله، وباذن الله يحققوا اللقب في البطوله ويعودوا بالميداليه الذهبيه لمصر ان شاء الله. ومستمرين معاكم ان شاء الله في تغطيتنا هنا من اكرم العاصمه الغانيه لكل منافسات البعثه المصريه لدوره العالم الافريقيه.